سيد كلمة رشيد مشتركة على كل حال، ولا تعني ما يجب أن تعني في الحقيقة. لا أنا أقولها، أنا أقولها يعني لتعني، أقولها لتعني. سيد رشيد، لو كانت ابنتك مثلية أقبل ذلك طبعا. تريد الزواج من امرأة، أقبل ذلك، تبارك زواجها، لا تحضر زفافها طبعا، ولكن ممكن أن أكون غير متفق، ولكن سأقبل لأن هذه الحرية تاعها، هذه الحرية تاعها، جسدي ملكي. قيلت هذه الأمور كثيرا عند النساء في المغرب العربي، جسدي ملكي، فجسد بنتي ابنتي ملكها، ليس ملكي أنا أبدا، فهي عند الحرية المطلقة أن تفعل ما تشاء، عندما تكون طبعا غير قاصر، تكون حقيقة امرأة يعني، وبنتي متقدمة في السن. أجابك؟ أجبتك. إذن انتهت فقرة أنت متهم، إلى الفقرة الموالية. نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، تتابعون برنامج المحكمة، الفقرة الثانية نعم أم لا. سيد رشيد بوجدرة، هذه الفقرة محددة بكرونو، مدته دقيقتين، الإجابة فيه نعم أم لا، فيما بعد نفسر. يبدأ الكرونو. سيد بوجدرة، هل انتهاك حرمة رمضان حرية شخصية؟ كانت لك علاقة متوترة مع والدك؟ نعم. يقال أن ابنتك متزوجة من شخصية نافذة في المغرب؟ نعم. أحلام استغانمي هي الروائية، تعترف أن أحلام استغانمي هي الروائية الأكثر تأثيراً وكتبها الأكثر مقروئية في الجزائر؟ نعم. فشلت في تكوين أسرة؟ فشلت في تكوين أسرة؟ لم أفشل، لا أبداً. رفضت منصب وزير للثقافة؟ مرتين. رشيد بوجذرة، أنت شخص لم يدخل المقبرة في حياته. نعم. لم يتبع حتى جنازة والدته. نعم. هل أنت مع حرية التعري في اللباس؟ نعم. رشيد بوجذرة، هل تؤمن بالله ربا؟ لا. هل تؤمن بالإسلام دينا؟ لا طبعا، نفس الشيء، سؤال نفس السؤال. وهل تؤمن ب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، محمد بالنسبة لي يعني كراجل ثوري، بالنسبة لي راجل ثوري. هل تؤمن به رسولا ثم فسر؟ لا لا، رسول لا. انتهت إذن إجاباتك في فقرة نعم أم لا في أقل من دقيقتين. بإمكانك الآن أنك يعني تحلل وتفسر. انتهاك رمضان قلت هو حرية شخصية. أنا أظن أن حرية شخصية يعني فيه حتى الإنسان المؤمن الذي لا يمكن أن يصوم لأسباب مثلا مرضية أو لأسباب أخرى، لا خلينا من حقي ديننا، نعم في الدين يعترف، احنا ديننا نعم اعطى رخصة طبعاً. ودين يعني دين طبعاً. نعم دين في هذه الأمور، في هذه الأمور سامح نعم طبعا، بغض النظر على الناس. لا, 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 لا يعني أظن أن أقول انتهاك حرية، هذه من حرية العقيدة، وحرية العقيدة في الدستور الجزائري، هل تحترمون الدستور الجزائري أم لا؟ هل تحترمون يعني دين الدولة في الدستور الجزائري؟ دين الدولة مثلاً دين الدولة في الدستور الجزائري. نعم. الإسلام دين. نعم. الدولة، دين الدولة في الدستور الجزائري هو الإسلام. ولكن ثم تأتي بعد يعني أنه حرية التعبير، حرية العقيد المعتقد أو العقيدة، يعني هذا في الدستور كذلك، فأنا لي الحق أن أعبر على ما أريده، أو يعني بدون طبعا استفزاز الآخرين أبدا أبدا. لو مثلا أكلت رمضان أكله سرا سرا طبعا طبعا أبدا، لم أستفز أبدا لا شخص. تأكل في الشارع؟ لا أبدا في... نعم. أبدا، لأنه احتراما لأغلبية الناس. تأكل في البيت؟ في البيت. لم تخبرني زوجتك مسلمة أو لا؟ ملحدة؟ زوجتي أو ملحدة، فرنسية، ملحدة فرنسية الأصل، جزائرية ال
الجنسية وفرنسية الأصل، فرنسية الأصل جزائرية الجنسية يعني وملحدة، ملحدة وخاصة خاصة مجاهدة، زوجتي مجاهدة. مجاهدة مجاهدة أنت ملحد، كيف تقول مجاهدة؟ الجهاد خاصية في الإسلام. نعم؟ الجهاد يخص الإسلام، قلت مجاهدة، كيف؟ لا مجاهدة؟ لا 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 يعني كيفاش هذا هذه الكلمة تخص، يعني تخصنا احنا؟ لا لا لا, لا. أبدا، الجهاد اجتهد وجاهد، لا كيف فرق بين اجتهد وجاهد؟ في كل اللغات، فاغ نيفور، اجتهد فاغ اتونسيون، لا 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 دخلناها الآن، احنا دخلناها في الإسلام إلى آخره، يعني معنى أنها كانت ما يعني أنت في الكواليس سيد رشيد قلت لي ما نحبش نقول على نفسي أني مجاهد لأنها فيها صبغة دينية وفيها صبغة في الجزائر، ولكن يعني إيه هاك متناقضة، مناضلة، قولوا مناضلة، مناضلة في جبهة التحرير منذ البداية، منذ عمر كان عمرها 15 سنة عندما بدأت تشتغل مع جبهة التحرير وتساعد ودخلت في الثورة، دخلت في الثورة. ابنتك ملحدة أم مسلمة؟ ملحدة كذلك، ملحدة كذلك، وتزوج بالمغربي ملحد، تبعت أبويها مثل ما تبعتي أبويك بالضبط. أنا اتبعت أبوي وأنت لم تتبع أبويك. لا تبع هي بابنتي تبعت ابنتي تبعت وأنت لم تتبع أبويك. لا زوجها كذلك ملحد، ملحد مغربي، مغربي. قلت لي كانت لك علاقة متوترة مع الوالد، صح صحيح، بعدما ألحت؟ لا لا من البداية. كيف تقبلتك يعني الأسرة بعد إلحادك؟ كيف تقبلتك الأسرة بعد الإلحاد؟ ما لم الأسرة تقبلتني لا الأسرة لأنه متسامحة، أسرتي متسامحة، أنا من أسرة متسامحة جدا، وأمي هي التي يعني شجعتني أكثر من الآخرين، يعني دافعت عني، مش شجعتني، دافعت عني أكثر من إخواني وأخواتي. أنا قالت يعني هذا قطعوك؟ لا 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 لم يقاطعني أحد، وأمي قالت لي عندما علمت بإلحادي قالت أنت ستذهب إلى الجنة قبلي، قلت لها لماذا؟ قالت لأنك قلبك حليب، وهذا هو بالنسبة لي أنا الإيمان، هذا هو الدين، أن الناس الإنسان يكون يحب الآخر. هل تؤمن أنك ستدخل إلى الجنة؟ لا طبعا لا، ما فيش، لأن لا ما فيش لا جنة ولا جهنم، هذه يعني استهامات بالنسبة لي للشعوب عندما لأنها تخاف من الموت، هذه قضية موت، قضية الموت، الشعوب كلها كل بأسرها 90% اليوم من الشعوب، كل الشعوب مهما كانت ديانتها مسيحية أو يهودية أو بوذية كلها تؤمن بأنه فيه حياة أخرى، لماذا؟ خوفا من الموت، وكذلك في النوع من النرجسة، عندها نوع من النرجسة، لأنه يعني تقول كيفاش أنا نهار نكون ما نكونش كون عدم، أنا نكون تراب فقط، لا هذه كذلك النرجسية تلعب دور كبير، وأنا لست نرجسية. هذا موضوع آخر سنفصله في الجلسة التي وعدتنا بها، في جلسة الإلحاد التي وعدتنا بها. قلت لي كانت لك علاقة متوترة مع الوالد، ما سبب التوتر؟ السبب يعني والله صراحة بعض العادات الإسلامية السلبية، مثلا يعني التزواج، فهمت؟ كيف؟ تزواج يعني عاد تعديد الزواج، يعني الوالد تزوج على الوالدة أربع مرات، تزوج مرة الأولى طبعا والثانية ورابعة وخامسة، إيه هذا موجود في ديننا الإسلامي طبعا، وهذا من السلبيات بالنسبة لي أنا، وفي كثير من البلدان المسلمة نعم. يعني أحيدت هذا البند، هذا أحيدنا يعني ألغي أنه الإنسان يتزوج أربع مرات والزوجة لا تتزوج إلا مرة واحدة، ليش؟ أنت الوحيد الذي رفض هذا في البيت، أنك وقفت لا يعني لا في وجه أبيك لأنه تزوج، أخواتي رفضوا كذلك، ولكن ليس يعني بالقوة التي أنا استعملتها في رفض هذه الأمور، وحتى أصبحت عندي يعني مشكل كبير مع الأب. يعني أنت عاق لوالدك؟ أنا؟ عاق لوالدك؟ عاق ممكن أقول، ولكن لم أقل له أن عليه أن يتلحد، لم أقل عليه، لم أقل له، قلت له حرام عليك أنك يعني تتزوج أربع مرات ولا تساوي بين الزوجات، وهذا في القرآن، وهذا قال الرسول أنه فيه إذا كان تزوجت بخمس بأربعة فبأربع يعجبني أنك تستشهد بالقرآن معلوم وتستشهد أنا قارئ بالرسول القرآن. نعم أنا قارئ القرآن وأعشق قراءة القرآن، يعطيني راحة كبيرة وأفهم كثير من الأشياء وأفهم كثير من الأشياء اقرأ لي ما التي لم يفهمها الكثير من المسلمين. سيد رشيد نعم اقرأ لي أجمل
آية أو أجمل ما يستوقفك في القرآن؟ مش في القرآن، في لأن القرآن سورات طويلة. اقرأ، قلت لي أنك حفظت القرآن. طبعا اقرأ لي. لا حبيت أنا أرده، لكم دينكم ولي ديني. من قالها؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لكم دينكم ولي ديني. نعم. هذه أروع يعني المواقف الديمقراطية التي تحترم حرية الآخر، هذا قالها محمد. تقرأ لنا آية من آيات القرآن؟ لا، لست متوضي. ومنذ ذلك الوقت توترت علاقتك بالوالد وقاطعته؟ لا، لم أقاطعه حتى خروجي من البيت. عندما تحصلت على البكالوريا ويعني دخلت في جيش التحرير، عند ذاك يعني كانت القطيعة حتى الاستقلال، وثم بعد يعني كنت تسخر من أمك عندما تصلي؟ لا أبدا، لا أبدا، لا، أنا أحترمه، بالعكس يعني أحترمه، يعني الإسلام النزيه الطيب، الإنسان يعني النزيه 100% الخام، ولكن احنا لا أجد هذا الإسلام بتاع أمي ليس موجودا الآن، ما نشوفوش، ما كاينش في البلاد مثلا. ما يميزه؟ لا نراه كله يعني، انا نشوف. ما يميز إسلام أمك؟ إسلام أمي هي الطيبة والعفوية، عفوية، كانت عفوية من العفاء، عفوية وعفيفة، كان ما فيش يعني مثلا عندما فهمت أمي أنني ملحد وأنني لا أصوم رمضان، قالت لي لماذا لا تصوم رمضان ولا تأكل ولا تأتي للبيت حتى أحضر لك الأكل. جيبي لي الآن اليوم واحدة امرأة جزائرية تقول هذا الشيء. هذه في الخمسينات. كيف امرأة أنت تحب نجيب لك امرأة أنها تحضر الأكل في النهار، يعني توضح النهار لابنها في رمضان؟ طبعا هذا ما كانت تريده هي، يعني لأنها كانت مقتنعة بأنني رغم يعني مواقفي يعني نقول الفلسفية أنني إنسان طيب. يعني نقدر نقول أن العائلة شجعتك على إلحادك؟ لا 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 أبدا، لا لا، ما دامت تقدم لك الأكل في 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 يعني في نهار رمضان. أنا نشوف في هذا الموقف موقف يعني تسامح، موقف تفتح وتحضر. الشيء الذي نفقده الآن كثيرا في الجزائر، عندما كان الدين الإسلامي سمح وطيب ومتعاون. أين درست؟ حتى إلى ماذا أوصلنا هذا الدين الإسلامي في بعض الأحيان عندما لا يكون سمحا ولا مستسمحا؟ هذا شوف موضوع الإلحاد والإسلام وكل هذا الأمور سنحدد لها جلسة مثل ما قلنا. يقال أن ابنتك متزوجة من شخصية نافذة في المغرب، قلت لي نعم. وهي كذلك شخصية نافذة عندها منصب. من هي منصب؟ الشخصية النافذة؟ يعني هم يعني موظفين ساميين في التقنية، يعني في المغرب، يعني اثنين يعني متخرجين من بوليتكنيك تاع باريس، مدرسة بوليتكنيك. أين درست الابنة؟ نعم، أين درست؟ هنا في القبة. أين درست الابتدائي والإكمالي؟ الابتدائي في الجزائر. درست في مدارس جزائرية مدارس جزائرية. نعم. وفي ثانوية حاسبة بن بعلي. وتخرجت ملحدة. حاسبة بن بعلي. درست في ابتدائية وإكمالية وثانوية بالجزائر. ثم انتقلت إلى فرنسا. وتخرجت وبالنهاية هي ملحدة. تخرجت وبالنهاية هي ملحدة قبل ما تذهب إلى فرنسا. في المناخ الجزائري، مناخ العائلة ساعدها على الإلحاد؟ ممكن. أنت من شجعتها على الإلحاد؟ لا أبداً، رغم أنك تقول أن المعتقد والدين هو حرية. لا لا. أبداً أبداً، لو رفضت هذا أو لو حبت تصوم مثلاً، مرة حبت تصوم كانت لا، تنشئتها الاجتماعية كانت في الجزائر طبعاً، وتنشئتنا احنا في الابتدائي ولا في الإكمال هي تنشئة إسلامية. لا، ولكن تدريس الإسلام في الثانويات آنذاك وفي المتوسطات كان رديئا جدا، وكان يحمل العنف ويحمل ما سوف يأتي به العشرية السوداء. أغلبية المعلمين كانوا يعني يدسون الشباب للأطفال، هم أطفال، إلى الحب، يعني الإسلام يعني العنيف، إلى الإسلام الذي ليس إسلامنا.
ليس إسلامنا. ليس إسلامنا طبعا. لماذا؟ أنا أنتمي إلى الإسلام ممكن أكثر منك وأكثر من غيرك يعني صراحة. أنا قلت الإسلام حضارة كذلك، دينا ودنيا وحضارة. من ناحية الدنيا أنا معه، من حضية الحضارة أنا كذلك أفتخر به. يعني ما فيش واحد يعرف الإسلام يعني وما هي الحضارة الإسلامية بالخوارزمي وبأشخاصها وبالفلاسفة. المعري ماذا تقولين عنه مثلا؟ أنت قريت درست فلسفة والرياضيات. والرياضيات أحلام استغانمي قلت أنها هي الروائية الأكثر تأثيرا في الجزائر. لا تأثيرا ما هذا نفس السؤال اللي طرحته على السيد أمين زاوي. صح. قلت أحلام استغانمي هي التي يعني عندها أكثر مبيعات في الجزائر. أما التأثير شو تؤثر؟ تؤثر على من؟ على أنا؟ عليا؟ ولا على وسيني؟ ولا أبدا. لا ما راناش نحكوا على أنها تأثر على الأدباء ولا تأثر عليك أنت شخصيا. تأثر على من؟ أحكي على المجتمع الجزائري، على قرائها. ما تأثرش على قرائها. لا تؤثر، فقط عندها مبيعات كبيرة ضخمة تؤثر على الـ على الـ ألا يكفي؟ على المراهقات. ألا يكفي عندها؟ ألا يكفي؟ تؤثر على المراهقات التي تحب يعني يحببنا الورديات والغراميات والأشياء البسيطة. هذه ما تؤثر على هؤلاء الناس. لكن لا تؤثر. ألا يكفي أنها تكون أكثر مبيعا؟ يعني أنها تكون أكثر تأثيرا. نعم. ما دامت الأكثر مبيعا في سوق الجزائر. لا 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 أبدا أبدا. لا يعني هو من باع أكثر هو الذي يعني أحسن كاتب أو يؤثر. لا التأثير الأساس لأنه تأثير المراهق عند المراهق يعني شيء ينتهي يمر لأنه في محدد في سن معينة. عندما تنتهي هذيك السن المراهق يترك هذاك الشيء فقط. ولكن في الحقيقة هي عندها مبيعات ضخمة يعني صراحة. وهذا يدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ يدل على بساطة الرواية، بساطة الكتابة، ورديتها، وأنها يعني صراحة بالنسبة لي لا تقرأ. أنا شخصيا لا أقرأ. قرأتها مخططا ولكن يعني شيء. الناس كي تشريها سيد بوجدرة باش تقرأها أكيد. إيه فيه طبقات يعني أكثر مقروئية. هي الأكثر مقروئية طبعا. قلت لي أنها بسيطة. الطبقة بسيطة جدا على عكسك أنت اللي تكتب بطريقة معقدة. معقدة بطريقة جدا. فلسفية طبعا. بالعكس أنا تماما أنا أتدخل في يعني في العمق يعني الدخول إلى أعماق الأمور واستغلال علمي. لماذا نقرأ لك ولا نفهم؟ لأنكم لستوا في المستوى. لأننا لسنا في المستوى. نعم. لأنك يعني تريد أن تتفلسف كثيرا. لا 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 تريد أن تعقد كثيرا. أكتب تلقائيا وبكل عذاب وبكل ألم. أبدا ما فيش أنا أكتب هكذا لأنني ترى أننا نحن جيل اليوم لسنا من مستوى. لا لا لا, لا مش قضية جيل. لا لا, لا فيه جيل أنا عندي شباب. لا طعنتنا أصغر نحن منك. نقرأ لك ولا نفهمك. عندي شباب أصغر منك يقرأني بشغف. أنت تطعن في قرائك. تقول قلت لك نقرأ لك ولا نفهم بعض الأحيان يعني هذا بعض الأحيان لا نفهم. قلت بعض الأحيان أنتم ليس لكم مستوى لأنه قراءة يعني قراءة بوجدرة. تجيبني بهذه الطريقة سيد بوجدرة. ولما لا صراحة ليس لنا مستوى. تريدون الصراحة أم لا؟ لا صراحة. تريدين أن أنافق؟ لا صراحة. لا ما لا أنت تحاولين أن أنافق. لا, على هذا لا 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 أنافق لا. وأقول أكيد. أن يعني لا يدخل في بعض الروايات أو في بعض الأعمال الإبداعية أي شخص أي لا يلزم فيه تحضير. أنا اقتربت من أشخاص متمكنين يعني ويقرأوا لك أستاذ بوجدرة وقالوا لي أنه سيد بوجدرة كتاباته معقدة. معقدة صح لأن العالم معقد. وناس اللي تقرأت منهم ناس معقدة. عندهم مستوى سيد الحياة بوجدرة. معقدة. ناس عندهم أنا مستوى. أنا لا أستغل يعني سطحية الأشياء والأمور والحياة. أنا يعني أتعمق في الأمور والأحياء يعني نعم. قضية الموت قضية الحياة قضية كله التحليل النفساني. قلت لي أنك لم تفشل في تكوين أسرة. لم طبعا أنا متزوج وزواج عندي 53 عام. أين تزوجت؟ 53 عاما وأنا متزوج. أنت لست مسلم لن تتزوج في لا بالفاتحة ولست مسيحي لن تتزوج في الكنيسة. لا تزوجت في أين تزوجت؟ تزوجت في بطريقة نعم يعني في البلدية الجزائر العاصمة. مدنيا طبعا وهذا الأساس في القانون كذلك في الدستور الجزائري. الزواج هو أولا المدني ثم الآخر يعني شخصي
تزوجت مع في المدنية. رفضت منصب ولم بعد يعني يوم الزواج لم يكن في ما عملناش يعني حفل. في أوراسي ب20,000 يعني ضيف عملنا طعام. انت شخص معروف عنك انك شخص بسيط. طيب طعام بس انا اقول لك كيفاش الزواج تاعي. شرينا يعني خاتم تاع 10 كان ب 10 دينار 10 دينارات فهمتي. ثم انا طيبت طعام صغير لبعض الاصدقاء والشهود الذين اتوا طبعا كنا 5 ولا 6 وهذا كان يعني. وانا افضل ان اكون الملحد الذي تحدثت عنه والذي لا يعني لم يدفع كثير من الأموال الباهظة في الفنادق العالية والعليا في سمعت أنه فيه ناس عند الزواج يعني يكون عندهم 2,000-3,000 ضيف في أكبر الفنادق. أنا لست لأنني أنا لم أسرق. بنتك بنتك تزوجت في فندق؟ لا أبدا تزوج بنفس البساطة. أنا لأن عندها نفس العقيدة العقيدة الاشتراكية التي لا تبذر أموال الناس، لا تبذر أموال الدولة، لا أبدا ما عندناش هكذا. والزخرفة والتظاهر ألهاكم التظاهر، هاي سورة جد ألهاكم التظاهر حتى زرتم المقابر. لا هذه ألهاكم لا سيد لا, لا لا ما قلت لي مقبل ما عندكمش مستوى بصح نعرف الفرق. ألهاكم التكاثر سيد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نفس الشيء. التكاثر في هذه الآية بمعنى تكاثر الأموال وتكاثر الأولاد وتكاثر نعم كان من يقول حتى ألهاكم التكاثر وهي التكاثر صح. لا قالها الله عز وجل وصدق عز وجل في آية واحدة ألهاكم التكاثر. لا تريدين أن أخطأ حتى أنا إنسان لا تخطئ. أنا أخطئ من حقك وأحترم وأحب من حقك أخطأ. أن تخطئ أخطأت. ومن حقنا أن نصحح لك ومن واجبنا أن نصحح لك. أهلا وسهلا. ومن ولكن نفس الشيء نفس المعنى في حقيقة كلامي تشوفيه نفس المعنى سي. حتى يعني زيارة المقابر ليست بالنهاية ستزور القبر نعم هذه هي بالنهاية ستزور. أنا أفهمها بالعكس. لماذا؟ لا تفهمهاش كما تحب أنت. فهم القرآن أخي اجتهاد. اجتهاد نعم. إذن أنا هذا اجتهادي. اجتهدت في حفظ في عجبك في ولا ما عجبكش؟ هذا يعجبني أنا ولا ما يعجبنيش؟ لا أيتها الحاكمة. لا لا أستاذ لا أستاذ بوجدرة ماشي قضية أنه يعجبني ولا ما هي آية نزلت بقوله تعالى. صحيحك يعني صحيح. نعم ألهاكم التكاثر. تكاثر هو تكاثر الأولاد وتكاثر نحن كذلك نتعلم ونخطئ. وأنا أتعلم في سني أتعلم. نعم سيد بوجدرة قلت لي رفضت منصب وزير للثقافة مرتين ربما مرة في مرة مع الشاذلي يمين زروال ومرة مع الشاذلي. مع الشاذلي أولا ثم في مع أنت شخص يكره بهذه الجملة الكوستيم السياسي. طبعا الكرسي والكوستيم والكراواتة والكراواتة نعم. والربطة العنقية كما يقول بالعربية الفصحى ربطة العنق وكل هذه الأمور والتظاهرات والتمظهر أكرهه كثيرا. إذن هذا هو أين أنا أحسن من بعد كثير من الذين يقولون أنهم كذا وأنهم كذا. كيف هو حال الثقافة في الجزائر اليوم؟ والله متوسطة جدا لا أقول رديئة ولا أقول عالية ولا يعني متوسطة شبه رديئة قول متوسطة. تعرف الوسط هو نوعا ما يقترب من الرداءة. ليس هنالك خطة ثقافية ليس هناك يعني كاين حقيقة مشاكل كبيرة في الثقافة. رشيد بوجدرة وسوف نرى هذا الشخص. الوزير الجديد هذا الذي هو نفسه كاتب وروائي سوف سيد عز الدين ميهوبي نعم سوف نمتحنه. ماذا تنتظر منه؟ نعم ماذا تنتظر منه؟ أنتظر منه الكثير يعني وتعديل فيه أشياء يعني أساسية. لم مثلا ما فيش مساعدة الكتاب يعني الكتاب الآن غالي جدا بالنسبة للناس يعني الكتاب غالي وليس فيه مساندة يعني كانت دائما مساندة الدولة للكتاب والآن يعني راحت هذه مع وجود الليبرالية هذه ربح الأموال وسرقة الأموال هذه راح الكتاب راح في كلت الزيت كما قلوا إحنا. إذن
يعني على الأقل هذه أول شيء، أنه يعني يساند الكتاب ماليا. ثانيا كثير في أشياء كثيرة، مثلا كتابة السيناريو. الآن أصبح كل مخرج مهما كان المستوى تاعه يكتب هو بنفسه سيناريو لربح المال، ولا يكتبه آخر، ولا يكون فيه يعني منظومة تاع ناس يكتبون السيناريو عن دراية وعن معرفة، مش اللي يجي من هب ودب. وهذه يكون فيه قانون صارم، لأنه في كل البلدان، في كل بلدان العالم، السيناريو السيناريست وحده والمخرج وحده، وهذا ضروري. وعندك يعني مقولة أمريكية، in the first is the script، في البداية هناك السيناريو. وبدون سيناريو تعملوا. وإحنا كل الآن يجي واحد يعني مبتدأ لا يفقه في الحقيقة شيئا، هو يكتب سيناريو تاعه يربح فيه ملايين، مئات الملايين، ويزيد في الإخراج. هذا المشكل، المشكل يعني حساس إلى آخره، في أشياء كثيرة. مشكل توزيع المهام. توزيع المهام. سيد بوجدرة، أنت شخص قلت لي لم تدخل المقبرة في حياتك، تخاف من الموت؟ لا أبدا، لأنه الأشخاص الذين يموتون ونحبهم ويموتون يكون يعني حي، يعني صورة حية، صورة جميلة كذا أو قبيحة في بعض الأحيان، وثم يصبح يعني وش هو المقبرة؟ يعني رخامة. وين حبيتي ويوجهوه؟ إلا ما وجهوش المقبرة، وين حبيتي وجهوه؟ نخليه حتى أمام يتعفن. وصلت في بعض الأحيان إلى باب المقبرة ولم أدخل حتى لا أرى هذا الشيء. حتى أنه تعلق الأمر بالوالدة، أمي يعني الوالدة العزيزة، الأم التي أخرجتك إلى هذا العالم. الوالدة توفيت بين أحضاني أنا. نعم. وعندما توفيت انتهت، خرجت من البيت وخرجت، ما يهمني أنا نشوفها في قبر وفي مقبرة. وأخي الأصغر يعني شيد لها مقاما كبيرا ضخما، هي الإنسانة الطيبة خلينا الأم ربي يرحمها، هي مسلمة ولازم تروح للمقابر الإسلامية. إيه طبعا أكيد. بنتك ملحدة لا قدر الله توفت، وين تروح؟ تروح المقبرة الإسلامية طبعا، مع الناس تدفنها. معلوم شو عندنا. لا ليش يعني مثلا في البلدان المسيحية عندما الملحد يموت يعني يتوفى في البلدان يعني يدفنوه في مقبرة خاصة، ما فيش مقابر لا خاصة. لا أنا قصدي قلت لي منذ قليل قلت لك يروح للقبر. وين حبيته يروح إلى ما يروحش للقبر؟ لا يروح للقبر طبعا للقبر. أما الإنسان اللي يعني متفق معنا أنه يروح للقبر. معلوم وين يروح يعني سيد بوجدرة ما يروحش أبدا للمقبرة حيا، ستذهب لها ميتا. نحب الناس. ستذهب لها ميتا. نعم ستذهب لها ميتا. فتذهب، ستدخل إلى المقبرة ميتا، لن تدخلها حيا. طبعا أنا سأدخل المقبرة. أنت ما تبعت حتى شخص في جنازته، وتظن أنه كاين أشخاص يتبعوك في جنازتك؟ ما يهمنيش أبدا. شكون اللي راح يدفنك؟ أريد أن لا يتبعني أحد صراحة. لا تريد أن لا أريد من أبداً. من تريد أريد. تريده أن من يقوم بدفنك؟ لا أريد، وسوف لن يكون لي مكان معين في المقبرة باسمي مثلا، مستحيل. باش ما يجيوش الناس يبكيو ويديروا النوار مام الأشخاص الذين كانوا يكرهونني. هذه وصية. وصية. إذا أردت من يقوم بدفنك؟ ها؟ من يقوم بدفنك؟ موتي لا تهمني، موتي لا يهمني، يهم الآخرين، العائلة، الزوجة، المسؤولين على المقابر مثلا، ما يهمني. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قلت لي نعم أنا مع حرية التعرف اللباس، ترى أن اللباس هو حرية شخصية. حرية يعني التعري كلمة كمان. تبعت حملة السيقان العارية والطالبة الجامعية يعني التي لبست يعني نعم نقول بملوان يعني قصيرة، تنورة قصيرة، أرجعوها في الجامعة أرجعوها ثم أعدوها يعني وأعدوها كذا. ماذا تقول على حرية اللباس في الجزائر؟ ووزير الجامعات اليوم يعني طاهر حجار يعني تكلم في هذا الموضوع وعلق عليه، وقال أن من حقها أن تدخل الجامعة، وهو الذي أدخلها الجامعة مرة أخرى بعد أن طردت من أطراف من طردها؟ من طردها؟ المتعصبين أكيد. لماذا يعني أنا لا عندما نشوف امرأة تلبس يعني الخمار أو النقاب لا أقول شيئا واحترمها، ولكن عندما كذلك أن تكون فيه صبية أو امرأة أو مراهقة تلبس القصير فلما لا كذلك؟ نفس الشيء، إذا احترمت
النقابية قولوا أحترم العريانة. معليش، هذه هي الديمقراطية. أما تلعبوا الشعب الجزائري هذا، المجتمع الجزائري، أما يدخل في لعبة الديمقراطية حقا وفي حق قضية يعني حرية العقيدة، ليست فقط حرية العقيدة إلى آخره، فلابد الديمقراطية ليست فقط في التعري ولا لا أبدا، لا طبعا لا. أنا بالنسبة لي التعري شيء تافه. نعم، عندنا صورة تعلقنا عليها. نعم، ماذا قال عنك هذا الشخص اللي هو السيد حمداش؟ أن دمي حلال وخلاص كما يقال. افتى لشيء أنني لم أقله أبدا، كان كذب وكان دعاية إلى آخره، وقال كذا. علما أننا يعني للأمانة مشاهدينا طلبوا حضور السيد حمداش في برنامج المحكمة، اتصلنا به إلا أنه رفض الحضور إلى برنامج المحكمة. احنا اتصلنا به الا انه رفض. يعني هذا يدل على شجاعته، انه شجاع. الصوره المواليه لويزا، السيده لويزا حنون. لويزا حنون كانت انا يعني لم يتحدث المخرج على في على أني من 78 إلى 91 كنت أسست وكنت أمينا عاما لرابطة حقوق الإنسان. نعم. لم يشر إليها، وهذه هام جدا بالنسبة لي. وكانت لويزا حنون مساعدة، أمينة عامة مساعدة لي يعني، وكانت عندي عندها مواقف يعني حقيقة لطيفة وجميلة وجيدة. الآن أصبحت يعني بوق كبير ضخم، يعني كل هي كأنها هي التي تسطر يعني سياسة الدولة إلى آخره. وأنتم في الصحافة وفي التلفزيون يعني أكثرتم عليها، يعني كل يعني دائما هي حاضرة في كل جرائد يوميا، يعني أرى فيه نوع. لا، أنا وجهت لها دعوة سيد، أنا ما حضرت ليش البرنامج، ما حضرتش، أنا اتصلت بالمكلف بالإتصال. رفضت حضور برنامج كذلك من الشجاعة. إذن على كل حال يقول لك اسمها أنا والله، لأن أولا هي عندها عقيدة تقترب من عقيدتي، لأنها ماركسية. نعم، مثلي. نعم، أنا. نعم، ماركسية. نعم، فقط هي تروتسكية، يقول بتروتسكي الحزب العمال هو. نعم، تروتسكي. نعم، وأنا حزب شيوعي حاجة أخرى نفسي. رغم أن الماركسية تربطنا. نعم، وهي أمرأة، وبأنها أمرأة وعندها يعني حزب وقائمة بهذا الحزب يعني بطريقة رائعة، حقيقة رائعة. أنا عندما تتحدث عندها قدرة الحديث وقدرة الكلام أحسن من أي سياسي رئيس حزب رجل ذكر، فإذن أحترمها كثيرا. في بعض الأحيان يعني تقززني عندما كأنها في بعض الأحيان هي بوق الدولة، بوق السلطة في بعض الأحيان، ولكن أظن أنها نزيهة وأنا تشتغل. الوحيدة التي تتحدث عن العمال وعن الفقراء وعن الإمبريالية الخبيثة الغربية. ما دار يعني بينها وبين السيدة نادية العبيدي؟ كنت مطلعا؟ لا، أنا كنت طبعا كنت مطلعا. أنا نادية نعرفها يعني، كانت درست معها ودرست مع زوجها إلى آخره، ولكن يعني كان فيه نوع من لست أدري هل من القذف، لأنها وكررت كثيرا، ويعني كان نوع من في بعض الأحيان كان نوع من التقتيل والتذبيح والتشنيع، فهذا لست معه. قالت مرة أنها لها حجج بأن مدام نادية العبيدي يعني اختلست أموالا أو أعطت أموالا. نعم، إلى من لا يستحق. نعم، يعني أنا موافق، ولكن مرة واحدة، ولكن هي أكثرت في هذه الأمور. أنت موافق في ماذا؟ لا، موافق أن مثلا هي ما لويزا حنون أنها تصرح تصريح واحد مرة. نعم، مش كل يوم ولا كل يوم. نعم، ولا يعني نوع من العراك بينها وبين نادية العبيدي، يعني هذا من مش جميل يعني. أنا أرفض العنف، لأن لويزا حنون استعملت كثير من العنف بالنسبة لنادية الشلبي، ولكن المحاكم سوف تفصل في هذا الأمر. وأنا طبعا لست مع الروشة، مع الشر. الصورة الموالدة سيد، هذه شكون ما نعرفهاش؟ لا تعرفها؟ لا. سيدة نعيمة صالحي، هذه ليست مع حزب العمال. هذه ليست، كيفاش عرفت؟ يعني لأني ما نعرفهاش،
أنا كل ما هو يمس لأنك ما تعرفهاش ولا لأنها لابسة خمار؟ لا لا، فيه ناس من حزب العمال يلبسنا. سيدة نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان. نعم، رئيسة حزب العدل والبيان. ما لا لا أعرفه كذا. صاحبة حملة تعدد الزوجات. إذا كيفاش تحبي نعرفها؟ أنا أبيت أنا أبي يعني توترت علاقتك بأبيك فقط لأجل هذا السبب؟ لا لا لا، والله ما نعرفها صراحة، ما نعرفهاش. وما سمعت بالقضية تتعدد؟ لا تعرفها. نغير الصورة. لا أعرفها، عندها خاتم جميل. هذه السيدة ضخم وجميل، مشعل من الماس أو من الذهب. لا سيدة نعيمة عندها مجوهرات. إيه حضرت معنا في البرنامج. أنا شفت وقالت لي بلي مجوهراتها سرقت، بالنهاية سرقتها لها الخادمة. نعم، هذا الطاهر والطاهر رحمه الله، هذا كان رفيقي في الحزب وصديقي، وفي من اليوم من الأيام يعني قام بقطيعة معي. لأنه عندما تحولت إلى اللغة العربية غار مني كثيرا. وعندي في قضية الغيرة مقولة لابن خلدون، بين الغيرة بين طارق بن زياد وموسى بن نصير. يقول ابن خلدون: ولما علم موسى بانتصار طارق، انتصار طارق في دخول الأندلس، ولما علم موسى بانتصار طارق حركته الغيرة، ولما علم والطار بتنقل بجدرة إلى العربية حركته الغيرة، فأصبح مجنونا صراحة. وقال اللغة واحدة ولم يكتب، ويكتب له أو يترجم لنفسه، حتى قضية الترجمة يعني كيف من الأسهل أن أكتب بالعربية من أمر على الترجمة يعني. هل قلت له هذا الكلام وأنت هل قلت له هذا الكلام طبعاً وهو على قيد الحياة؟ طبعا طبعا، وجاء ثم طلبني كثيرا طلبني العفو حتى للبيت، وطلب مني يعني العفو كثير. وبعد ما عندما مرض ذهبت إلى المستشفى يعني أنا لست حقا. ولم تذهب إلى المقبرة؟ لا لم أتذهب كذلك. نعم إذن بهذه الصورة نختم الفقرة، فقرة نعم أم لا، إلى فقرة لمن تقولها. لمن تقولها؟ أرهقتيني. قرأت سيدتي. أرهقتك. أرهقتيني، عطشتيني. حطشتك أستاذ. معليش روح روح. حياتي تستهدف. شكرا الله. استوقفتني جملة بعدما قرأت لك الحلزون العنيد: حياتي تستهدف شيئا واحدا، إبادة جردان هذه المدينة الجميلة التي يمكنها أن تكون أنظف. بغض النظر عن ما وش كنت يعني ماذا كنت تقصد من وراء هذه الجملة، لمن تقول أنتم جردان هذه المدينة الجميلة؟ ما كل يعني المرتشين، الخبثاء، المعدمين، الناس الذين يضرون الآخرين، هذا الجرذان، هذه هي الجرذان يعني. ونحن إلى الآن، هذه كتبتها في 77 ولا زلنا في وسط الخارطة، لا زلنا فيها يعني. وكثر ممكن العبث أكثر من الرشوة، كلمة عبث أحسن. العبث يعني أصبح يعني شيء عادي جدا، وكلنا أصبحنا عبثين ومعبثين كلنا، حتى أنا أدخل في المعمعة. الناس هنقول فيه اللي يسرق أمور أموال ضخمة، وفيه من يسرق فتات الأشياء كذلك. أنه الشعب الجزائري هذا مسكين والله، أصبح تغير جدا، تغير وترك مواقفه وترك عاداته الجميلة الطيبة. لمن تقول أنت أفضل وزير للثقافة منذ استقلال الجزائر؟ وإذا تحطوا بعض الشيء يعني بسرعة خالدة تومي. أفضل كان لا يسنى قبل كان محمد بن يحيى. كان أحسن واحد من بعيد فقط. لا والآن يعني محمد بن يحيى توفي منذ زمان، والآن قلت خالدة، لكن تومي لا خالدة تومي رغم يعني كنت يعني خالدة تومي رغم أنك قلت أنها أنك ضد ثقافة الزرنة.
طبعا، ولكن يعني فيه اشياء يعني ايجابيه واشياء سلبيه. انت مع خالد الثوري؟ فاذا لا، انا اقول خالد الثوري لعبت، لان تعرف كان يعني اظن انه مر على السلطه على الدوله الجزائريه. بمن تقارنها؟ باللي قبلها ولا باللي بعدها؟ 25 وزير ثقافه. بمن تقارنها؟ باللي قبلها ولا باللي بعدها؟ لا مقارنة باللي بعدها وباللي بعدها. باللي بعدها هي خالدة. بعدها ما طولت خالدة. خالدة خلدت بعض الشيء، لكن سيدة نادية العبيدي لم يعني لم يدور عليها حتى الآن. لم يدور، لا ما نحسبوهاش هذيك، لا ما نحسبوهاش. لمن تقول أنت شخص تقضي مصالحك على حساب الدين؟ كثير الناس أصحاب النفوذ أصحاب الأموال. أعطيني شخص. لا ما سميش يعني، ليش يعني، في كثير الأسماء يعني القائمة طويلة جدا. أعطني شخص واحد. حاولي سؤالك. شخص يقضي مصالحه باسم الدين، باسم الدين الإسلامي. والله ما عندي جواب. تتحدث أنت دائما عن الإسلامويين. لا ولكن الإسلامويين أسماء. وتتحدث عن أسماء كذلك من بين الإسلاميين، من بينهم يعني أناس طيبين ونظيفين كثيرا يعني. لا أقصد أن الناس الطيبين، أقصد الناس اللي تقضي مصالحها في رأيك أنت. يعني كيف يعني شخص معروف؟ شخص يقضي مصالحه باسم الدين. يعني الذين يصلون الجمعة في الأمام وهم يوم الجمعة دائما يتصدرون الصف الأول وهم نعرفهم أنا يعني. كيف تعرفهم؟ كيف نعرفهم؟ لكن هذا سيد أصدقاء نعرفهم، يذهبون إلى الحانات ويصلون يوم الجمعة في الصف الأول. أي نعم سيدتي، قول هذا. يجلسون في الحانات معك؟ معي. معك ثم معي. يذهبون إلى الله يعفو. الله يعفو. الله يعفو. لمن تقول أنت حتى الحانة قضية يعني تاع دستور، عندنا الحق يعني. لمن تقول أنت شخص لا يستحق تلك الجائزة؟ من؟ لمن تقول أنت شخص لا يستحق تلك الجائزة؟ والله ما فيه يعني لم يعني لم أعطيني شخص. لا ما فيش. أي جائزة؟ أي جائزة؟ جائزة من الجوائز منحت لي لأحد الأشخاص. ما فيش جوائز هامة جدا يعني، مثلا النوبل. مثلا النوبل، النوبل كلنا مررنا على مثلا محمد ديب، آسيا جبار، رشيد بوجدرة، كاتب ياسين، مروا على قائمة النوبل ولم نتحصل عليها، وسوف لن يتحصل عليها أي عربي بما فيهم اسمه أدونيس الذي يريدها. أنا لا أريد النوبل، لو أعطوني النوبل لرفضته، لأنه أعرف أن النوبل جائزة صهيونية رأسمالية خبيثة. لمن تقول أنت خاصة للصهاينة؟ لمن تقول أنت تستحق جائزة نوبل؟ على فكرة كان معي سيد الأديب أمين زاوي ضيف، ولما طرحت له هذا السؤال لمن تقول تستحق جائزة نوبل ذكر اسمك، يعني قال سيد رشيد. لأني كنت في القوائم. أكرر السؤال لك سيد بوجدرة، أنت لمن تقول تستحق جائزة نوبل؟ والله لو كان حيا كاتب ياسين مثلا، أو أمين الزاوي، أو كذلك أمين الزاوي لأنه قالها لك. لا 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 ما زلت ما كملتش. تفضل. لا لا ما زلت. وسيني الأعرج مثلا، وسيني الأعرج، أمين الزاوي، كتاب يعني مرموقين اليوم يعني، ولما لا ولما لا. نعم. لمن تقول أنت كاتب فاشل؟ لنفسي أولا وقبل كل شيء، لأصدقائي عندما أنتشي. عندما هذه أجوبة دبلوماسية. والله صراحة أول سيد رشيد عندنا تصويت. أنا كاتب عندنا تصويت صوته، يخلي لازم صوته. تكون معنا صريح. لا أكثر اسمحي لي، أقسمت باسم شوفي. أقسمت بالوالدة اللي طبعا طبعا تؤمن طبعا بها طبعا. أنت وراس أمي. إيه تؤمن بها أنت؟ تمام. لا يعني سؤالك عاودي. حتى الوالدة راهي توفات يعني، حتى كي توفات طبعا. علاش ما عندهاش راس؟ لا لا عندها راس اكيد، ربي يرحمها. لمن تقول انت كاتب فاشل؟ سؤال مباشر، اعطيني جواب مباشر. والله اقوله اولا لنفسي، هذه اعتراف. ثم من؟ رهيب. ثم من؟ ثم يعترف أصدقاء رشيد بوجدرة، يعترف أنه كاتب فاشل. أصدقائي مش فقط الكتاب أو المبدعين، ما أصدقائي اليوميين يعني، من الذين يعني أذهب معهم إلى الحانات إلى آخره مثلا، ويعني أقول لهم دائما، عندما خاصة أقولها كذلك
أقولها كذلك، خاصة للناس الذين يعني حقيقة يحترمونني ويحبون نعم. كثيرا يعني أو يعشقونني بين ظفرين. أقول لهم نعم. ربي يستر. شوفي مرة أخرى ربي يستر، لأنه أنا عندي عمي عندما يكون يشكروه، كان إنسانا طيب جدا، عندما يشكروه في 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 البادية يقول لهم ربي يستر. يعني كذلك أنا لست أدري، والله لست أدري، وأقول لك أنا في السن اللي الآن هي سني 74 سنة وأكثر، ولكن معليش قول يعني التفت وأقول ها أنا الذي يعني صنفت 50 كتابا، أنا الذي فعلت ذلك، أنا الذي زرت العالم مرتين أو ثلاث. يعني غريب، نبقى أنا الطفل ونبقى يعني قضية. لمن تقول أنت الشخص الأصلح لحكم الجزائر بعد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة؟ أبدا، لأي شخص لا، ولا أحب ذلك، ولا يعني لا تساند أي شخص أبدا. كنت تساند علي بن فليس؟ لا، كان علي بن فليس الذي ساندني في العقل، لأنني أنا وزرته. أنا وزرت علي بن فليس. أنت وزرته؟ أنا وزرته وزير خارجية. كيف وزير العدل؟ كيف لأنه وزرته؟ عندما طلب مني، تحبي الآن نعم تحقيق نعم. عندما طلب مني أن أكون وزير الثقافة، طلب مني الشاذلي بن جديد، فرفضت، فقال لي من أصدقائك من لجنة حقوق الإنسان يكون، يعني كان هو أنا ذاك في باتنا، هذا بن فليس نعم. علي بن فليس كان محامي بسيط في باتنا، ويعني في كان صارت فيه فضيحة مالية في باتنا، وإنسان يعني خرج من بطاقة المحامين لأنه كانت، فأعجبني وكان يجي هنا الجزائر لحضور اجتماعاتنا. كان يبات في بيتك؟ كان يبات في بيتي صح، وكان يعني نتعشى دائما يعني في بعض المطاعم مع الأصدقاء نعم. وعندما طلب الشاذلي قلت له علي بن فليس، وأهتفت له من الجزائر لباتنا، وقلت له يعني هاو أنا طلب يعني قلت للشاذلي بن جديد وقبل، وقبل وصار وزيرا للعدل. ولكن الغريب في الأمر أنه منذ أن بدأ أن أصبح وزيرا رفض أن يستقبل لجنة حقوق الإنسان. غريب يعني غريب، لأن وزير العدل هو الذي يستقبل وهو يهتم بالملفات، إحنا عندنا ملفات. واليوم هي علاقته بك نفسها علاقة الأمس؟ لا رديئة يعني، طبعا تركته يعني بعد ما خلاص، يعني عندما هو احتقرنا وتركنا ونسي العرفان ودخل في منظومة اسمه رئيسنا الآن يعني بوتفليقة، يعني وقام بانقلاب نوعا ما بين ظفرين، انقلاب أبيض مع بوتفليقة، فيعني وأصبح الآن يعني رئيس حزب كبير زعمه كبير وهو ليس كبيرا، فيعني ما خلاص يعني استأت كثيرا منه نعم. كنت أظن أنه أحسن وأفضل من هذا. إذا لا تقول لأي شخص بنظرك لا وزرته. وزرته 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 نعم رشيد بوجدرة وزر علي بن فليس طبعا، وهذا قلت لا، قلت لا يوجد شخص أرشحه ليكون رئيسا بعد عبد العزيز بوتفليقة، لا يوجد. والله سؤال محرج في الحقيقة، لأنه فيه أكيد أن يكون فيه، لكن يكون شاب، لازم يكون شاب أولا ونظيف. من تراه فيه؟ عندنا شباب يعني، من تراه الأصل؟ لويزة حنون. لويزة حنون والله ما سأراها يعني رئيسة أو آوي، لأنها نظيفة هذه أكيد، لأنها عندها قدرات. إذا كنت تصوت لويزة حنون كي كانت تصوت لويزة حنون أكيد يعني، وكي كانت ترشح سابقا كنت تصوت لويزة حنون طبعا نعم. لمن تقول رغم كل شيء لازلت أحبك ولازلت أحن إليك؟ ما لم رغم كل شيء ما زلني نحبك وما زلني نحن ليك. لمن أقول هذا؟ نعم لمن تقول؟ لبنتي نو لبنتك بنتي، لأني ساعات عندي صراعات مع خلافات نعم. إذن هذه لبنتي، لكن تبقى تحبها أكيد معلوم الله غالب كما قال. نعم لمن تقول أتمنى أن أدخل بيتك أو أتمنى أن أزور بيتك؟ قصرك. قصرك؟ لا، القصور لا تهمني. قلت هذا تمرة. قصر أي قصر؟ قلت أتمنى أن أزور قصر عباس المدني.
هذا كانت يعني نوع من الطرافة، من الفكاهة، من الفكاهة. لا أبدا، لأنه لا حتى أقول أنه يعيش في قصر بعدما أن هدم الجزائر، واليوم يعيش في قصر، وعندما قتل وقتل الكثير من الناس الذين كانوا يسكنون في المدن القصديرية هنا في الجزائر. نعم. اليوم راه في قصر يعني تاع إمارة من الإمارات لست أدري، مع الجواري أظن عنده 150 جارية إلى آخره، يعني هذا كان بتهكم، هذا الشيء المقولة هذه كانت تتهكم. أنت شخص تكره الشعبوية، أنت شخص تكره الشعبوية كثيرا، لمن تقول أنت شخص شعبوي؟ لا شعب يعني الشعبوية ما عندهاش، لا تؤدي إلى مسار سياسي متفتح. من تراه شخص شعبوي؟ في الرجال السياسيين؟ نعم لويزا حنون عندها شعبوية، هي عندها شعبوية، عندها شعبوية، عندها بعض الشعبوية. هي صفة بالنسبة لك، هي صفة إيجابية أم سلبية؟ لا هي سلبية. سلبية، وكيف أنت تشوفها أصلاً تكون رئيسة للجمهور كما قلنا للبلاد؟ حنون لا ليس لها يعني كثير من الامتيازات وكثير من الشيء السلبية، يعني سلبيات طبعاً. لويزا حنون شعبوية. لويزا حنون شعبوية كثيرة. لمن تقول لن أسامحك؟ والله ما فيش، مستحيل، حتى عدو الأكبر اللدود ما أنا سمحت طاهر وطا الذي قام شن حقيقة حملة رهيبة ضدي وعنيفة وخبيثة، ولكن سمحته. سمحته سمحته. آخر سؤال معنا في لمن تقول، لمن تقول يا رجل لا تخجل من شيوعياتك؟ الحبيب السايح. الحبيب السايح لأنه كان شيوعيا معنا، ثم الآن راه متردد وراه محتشم نوعا ما. هذا الحبيب سايح وصديقي. شكرا جزيلا لك. إذا انتهت فقرة لمن تقول. مباشرة إلى آخر فقرة معنا مشاهدينا، فقرة لو. لو سيد رشيد بوجدرة، لو يكتب لك عمرا جديدا، هل ستكرر نفس المسار الذي تعيشه؟ أكيد اليوم. أكيد أكيد. مساري ستكون الروائي رشيد بوجدرة؟ لا، أن أكون فيه طبعا. إعادة المسار هو نفس المسار، أن أكون كاتبا روائيا، لأن هذه الغريزة في، غريزة منذ عمري 12 سنة، وأنا أريد أردت أن أكون كاتبا، وأصبحت كاتبا، وهذا الشيء الذي يعني يفرحني كثيرا ويجعلني يعطيني حب للحياة. لو لم تكن الكتابة كنت أنتحر. لو تكره على لفظ الشهادتين هل تفعل؟ لو تكره على لفظ الشهادتين كيف يعني؟ واحد ما يعمل شيء بكره يعني، لا مستحيل. لا تلفظ الشهادتين ولو إكراها؟ ولو إكراها لا أبدا، خاصة إكراها. ممكن ألفظه يعني محبة، محبة، ولكن إكراها لا. لا محبة ربما، لأنك منذ قليل قلت لي ربما يجي نهار وين نقول محبة. قل لا إله إلا الله. واحد ناس ملاح يحبك يقول لي هيا، ما فقط يعني يعرف يعني بين ظفرين يعني يقول هيا، ولكن ليش يعني؟ هذه قضية الغريب أن الحصة يعني ركزت كثيرا على هذه القضايا، وهي قضايا شخصية في الحقيقة، لا تهمك ولا تهم أي شخص، وقيمة قال لك بيني وبين ربي، فهمتي؟ ولكم دينكم ولي ديني. نعم. عندي أنا عنصران يندفع بهم على روحي في هذه القضية. لو يطلب منك حظرة أو منع كتاب يدخل الجزائر، أي عنوان تختار؟ كل العنوان السلفية العنيفة، العنوان السلفية العنيفة، ليست بالعكس، لأنه فيه سلفية علمانية اليوم، يعني عندي أصدقاء فيها يعني وأحبهم كثيرا، ومن الأئمة ومن القضاة إلى آخره.